في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي نتائج زيارة الوفد المصري لدولة العراق. تطرق التقرير لدراسة إنشاء محطة معالجة العراق لتنقية تحلية المياه بنهر الفرات، تماثل محطة معالجة مصرف بحر البقر. وشدد وزير الري على الحرص على متابعة ملف التعاون بين مصر والعراق والسعي لاستفادة الجانب العراقي من التجربة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه. عقدت وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر اجتماعا في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وخلال اللقاء تم بحث تطورات إعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027 ومناقشة الملاحظات بشأن مسودة البرنامج. كما تمت مناقشة التعاون مع الصندوق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.